مرحبا، هذا أنا فلابي، وأنا أحب القطارات، قطارات الديزل وقطارات كهربائية وأيضا القطار البخاري. تشوت، لنتعلم كيف يعمل القطار البخاري. في المرجل يحترق الوقود فيحول الماء إلى بخار، الضغط إلى العجلة يعود فتدور. القطار البخاري يجوب بين البلدات، الصافرة والجرس يخبرونك أنه آت. القطار البخاري يجوب بين البلدات، اسمعوا صوت الصافير. أصغوا جيدا، ربما إذا استمعنا جيدا يمكننا أن نجد. هل تسمعون صوت القطار؟ أجل، أعتقد أننا اقتربنا. أتساءل كيف نقود القطار البخاري. إنهم يتولون القيادة، يشرفون على سير القطار، إما يسرع أو يتهادى، وصل القطار. القطار البخاري يجوب بين البلدات، الصافرة والجرس يخبرونك أنه آت. القطار البخاري يجوب بين البلدات، اسمعوا صوت الصافير. أظن أنني أسمعه. أجل، هذا ممتع جدا. أنا أحب القطار البخاري. ما هو جزءك المفضل في القطار البخاري؟ كم أحب هذا القطار، يحول الماء إلى بخار، شيء خيالي مثل الأحلام، وأنا فيه أقول يا سلام. القطار البخاري يجوب بين البلدات، الصافرة والجرس يخبرونك أنه آت. القطار البخاري يجوب بين البلدات، اسمعوا صوت الصافير. ها هو ذا. أجل، اسمعوا صوت الصافير. استماع جيد أيها الأصحاب، لقد أصغيتم جيدا وساعدتموني على إيجاد القطار البخاري. إلى اللقاء.